الحصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوجي، يقرأه عليكم عبد الرحمن النجار وسيل عماد. أهلا بكم، نبدأ معكم الحصاد بأهم عناوينه. في أول نشاط لها، السفيرة الأمريكية تدشن أعمالها بمشروع غازي وتؤكد وجودنا يقوي اقتصاد العراق. لا هم إلى المعارضة ولا هم من الموالاة، سفينة المستقلين تفقد بوصلتها السياسية وترسو في موانئ شتى. مدينة الطب تقتل نهر دجلة بمخلفاتها، البيئة تؤكد والصحة تعزز تأكيدها، الكوليرا مقترنة بالمياه الملوثة. رئة الموصل تختنق بالنيران، حرائق تلتهم مئات الأشجار في غاباتها، ورد شعبي بحملة تهجير واسعة. وثلاثة تحديات بيئية خطيرة تواجه العراق، الأمم المتحدة تشخصها، الجفاف وإدارة المياه والطاقة المتجددة. أهلا بكم، البداية اقتصاديا، إذ أعلنت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي عن مشروع شراكة مهمة لبناء أول معمل لفصل الغاز بين القطاع الخاص وبين وزارة الصناعة والمعادن، مشيرة إلى أن المشروع يخلق أكثر من 30,000 فرصة عمل، فيما لفتت إلى أن الوجود الأمريكي في العراق يعمل على تطوير الاقتصاد والقطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد ومن بينها أقليم كردستان. نعلن اليوم عن مشروع شراكة مهم لبناء أول معمل لفصل الغاز بين القطاع الخاص وبين وزارة الصناعة والمعادن. هذا المشروع سيخلق أكثر من 30,000 فرصة عمل. إن حكومة الولايات المتحدة فخورة بإطلاق فعاليات المؤتمر لبناء قطاع خاص مزدهر على أساس الشفافية. ففي 18 من الشهر الماضي اجتذبت الوكالة الأمريكية للتنمية أكثر من 40 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة الساعية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ازدهار أكبر في جميع أنحاء العراق. من جانبه قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب إنه أنقذ الاقتصاد العراقي من الانهيار في العام 2014 مع انهيار الأوضاع الأمنية وانخفاض أسعار النفط عالمياً من خلال حزمة من عمليات التمويل. وبيّن غالب خلال مؤتمر الوصول إلى التمويل الذي عقد في بغداد أن مهام البنك هي التصدي للتحديات في أوقات حرجة على الاقتصاد. حين انتكس الوضع الأمني في العراق في منتصف عام 2014 وظهرت بوادر أزمتين خطيرتين، أمنية بسبب الاعتداءات الإرهابية على بلدنا وانخفاض كبير في أسعار النفط، بما كان يعني أن الحياة الاقتصادية والأوضاع المعيشية أصبحت على حافة الانهيار التام. كان البنك المركزي أمام مهمة كبيرة وهي التصدي لهذه التحديات والوقوف إلى جانب المالية العامة بأقصى ما يسمح به قانونه من تدابير، وبالفعل أسندنا المالية العامة وأخذنا بيدها إلى ضفة النجاة حين أسهمنا بحل مشكلة تمويل الإنفاق من خلال حزمة من عمليات التمويل في السوق الثانوي، وخصمنا حوالات الخزينة وأبعدنا المالية عن مؤشرات الخطورة. إلى ذلك، أعلنت منظمة أوبك امتلاك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكدا في العالم، فيما أشارت إلى أن هذا الاحتياطي لا يشمل الصخور الزيتية. ذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن احتياطات النفط الخام المؤكدة في العالم بلغت تريليونا ونحو 600 مليار برميل في نهاية العام 2021، مبينة أن حصة أوبك من هذه الاحتياطيات بلغت تريليونا وأكثر من 200 برميل،
كما أوضحت أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة باحتياطي يصل إلى أكثر من 145 مليار برميل بعد كل من فنزويلا والسعودية وإيران. ما زالت حكومة الأنبار تسعى جاهدة للاستقرار الاقتصادي في المحافظة، فبعد أن أمنت المنافذ الحدودية مع دول الجوار وسمحت بدخول البضائع، باشرت بوضع تسهيلات بدأت في إعفاء أكثر من 150 مادة من الضرائب الجمركية لتخفيض الأسعار في السوق. جهود تبذلها الحكومة المحلية في محافظة الأنبار من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي وخفض أسعار البضائع في الأسواق من خلال وضع تسهيلات جمركية على البضائع، ومنها إعفاء أكثر من 150 مادة تدخل العراق من الرسوم الجمركية. سعينا أيضا لغرض إعفاء المواد الداخل والبضائع التي تدخل ضمن محافظة الأنبار ضمن الحدود أكثر من 150 مادة تم إعفائها جمركيا. الغاية من عندها أنه نسيطر على السوق وأن يكون انخفاض في الأسواق. الآن احنا نحس أنه هذا الإجراء يعني قليل، يحتاج إلى متابعة ورقابة من لجان خاصة لمتابعة دخول البضائع ومتابعة الأسعار الموجودة في المنافذ الحدودية. هذه التسهيلات ستصب في مصلحة التاجر أولا، إذ هناك أكثر من 50 تاجرا في محافظة الأنبار وما يقارب من 35 ألف تاجر في العراق، جميعهم باشروا بإدخال بضائعهم بأسعار أقل من السابق بفارق يصل إلى 8000 دولار على الشاحنة الواحدة، وبهذا فإن الأسعار ستنخفض تدريجيا في الأسواق لتخفف العبء الثقيل عن المواطنين. كان التاجر أروح أجيب التريلا تكلفني بالحدود رسوم جمركية وضرائب بحدود مثلا يعني 10,000 دولار 8,000 دولار، من تجي تنزاح عن النهاية أكيد راح أخفف الأرباح اللي أضيفها كنت أضيفها على 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 المبيعات، لأن أنت هذا يخفف عنك ويخفف عن المواطن بنفس الوقت. بعد هذه الإعفاءات يجب وضع رقابة صارمة على المنافذ الحدودية والتجار، وذلك للتأكد من خفض أسعار المنتجات في الأسواق لإنعاش الحركة التجارية في المحافظة وزيادة الطلب على البضائع بعد ركود استمر لسنوات عدة. تسهيلات منحتها الحكومة المحلية في محافظة الأنبار للتجار المحليين من خلال إعفائهم من الضرائب الجمركية عن أكثر من 150 مادة، سعياً منها لتخفيض أسعار البضائع في الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين. من الأنبار الدريس يحيى، قناة الفلوجة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد. مرحبا بحضرتك أستاذ علاء. بداية برأيك، ماذا يعني أن تبدأ السفيرة الأمريكية أعمالها في العراق إلينا رومانوفسكي تبدأ نشاطها في العراق اقتصاديا، ماذا يعني لك ذلك؟ الرحمن الرحيم، وجه التحية لكم ولمشاهدي قناة الفلوجة الكرام. حقيقة هناك الكثير من الدعوات والاتفاقيات بين الجانب العراقي والأمريكي فيما يخص الدعم الأمني والاقتصادي، لكن لحد الآن لم نجد أي تنفيذ واقعي على أرض الواقع، خصوصا في ملفات الطاقة، ملف الكهرباء، ملف دخول شركات أمريكية من أجل الاستثمار في العراق. لكن اليوم نرى هذه الدعوة تتجدد من قبل السفيرة الأمريكية بوجود محافظ البنك المركزي أن يكون هناك دعم للاستثمار في العراق ودعم للقطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة، لكن كل هذا هو مجرد حديث لم يكون بأرض الواقع. اليوم الوضع في العراق خصوصا اقتصاديا يحتاج إلى تدخل حقيقي ودخول شركات استثمارية، خصوصا في مجالات الطاقة، مجال النفط والغاز، وأيضا مجال الخدمات. هو هذا بالضبط طبعا أستاذ علاء، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق استثمار وانفتاح خارجي على الاستثمار، تقول رومانوفسكي أن مهمتها بالأساس سوف تكون في العراق اقتصادية. هذا كان سؤالي، ما الذي بحوزة أمريكا أن تفعله اقتصاديا من حيث الشراكة مع العراق برأيك؟
هذا طبعا الولايات المتحدة تمتلك الكثير، لكن هل هناك جدية حقيقية فعلية بأن تكون هناك شراكة في المجال الاقتصادي، خصوصا أنه رأس المال هو جبان ويبحث عن بيئة آمنة واستقر؟ اليوم قبل أن نتحدث عن الاستثمارات، هل البيئة بالنسبة للشركات الأمريكية في العراق مستقرة، خصوصا مع التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران؟ ربما يكون الاستثمار سيكون يعني بعيد عن المأمن، بعيد عن الأمن، هذا جانب. الجانب الآخر، هناك استثمار لشركات أمريكية بمد أنبوب النفط الخاص عبر الأراضي الأردنية طبعا، وهناك شركات أمريكية، هناك ملف جي إي والطاقة جنرال إلكتريك بحيث تكون بديل عن شركة سيمنز من جهة، وأيضا عن تكون منافسة لدخول الشركات الصينية. اليوم حقيقة هذا التغير من جانب اقتصادي قراءته، اليوم الولايات المتحدة تنظر إلى السوق العراقية بسوق واعدة استثماريا، وهناك محاولات من الحكومة بعد توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الشركة الصينية، مع الحكومة الصينية، واعدة اقتصاديا، خصوصا بعد أن أعلنت أوبك أن العراق يملك خزينة نفطيا رابع احتياطي نفطي في العالم. لذلك ركزت رومانوسكي على عمل لإنشاء معمل لفصل الغاز بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في العراق، وسوف يوفر يخلق أكثر من 30,000 فرصة عمل في العراق. هل هذا واقعي برأيك أم هو تنظير أمريكي لسفيرة جديدة تبدأ مهامها في العراق؟ اليوم حتى وإن كان يعني هذا إلى عند التفسيرات. اليوم هذه الخطوة أولا هي خطوة متأخرة، يعني بعد مضي ما يقارب 20 سنة على الوجود الأمريكي في العراق لم نلاحظ استثمارات أمريكية حقيقية، خصوصا في مجالات الطاقة وتقديم الخدمات، هذا جانب. الجانب الآخر، عندما بدأت الحكومة تتجه إلى البدائل، تتجه إلى الصين، إلى العودة إلى محيطها العربي بعقد اتفاقيات، اليوم نرى الوجود الأمريكي يكون قاطعا للطريق ومحذرا لأي استثمارات تدخل، وبالتالي ربما هذا ما اليوم ممنهج، مع العلم أن هناك اتفاقية إطارية بين العراق والولايات المتحدة بالدعم الاقتصادي، هذا هو من جزء من الاتفاقية الأمنية التي وقعت في عام 2009. يعني اليوم نلاحظ مدى هذه الجدية، كل أحاديث ووجود مؤتمرات صحفية، هل سيكون هناك وجود للشركات الأمريكية واقعي فعلي للاستثمار وتوفير فرص العمل؟ لماذا اليوم؟ لماذا لم يكن قبل سنة أو قبل سنتين أو 3 سنوات؟ لماذا بعد مضي هذه الفترة الطويلة، وعندما اليوم نلاحظ أنه هناك جدية لدخول الشركات الصينية للاستثمار في مجال الغاز المصاحب، في مجال الطاقة، في مجال استثمارات محطات الطاقة الكهربائية، نلاحظ الوجود الأمريكي مع إعلان أوبك؟ يعني هذا ربما يكون القاطرة الأساسية التي تجر هذا الموضوع، هي قاطرة سياسية قبل لا تكون اقتصادية. لكن نأمل، يعني نحن اليوم كاقتصاديين نأمل أن تكون هناك جدية حقيقية بدخول استثمارات، بدخول رؤوس أموال، خصوصا أنه يعني اليوم بإعلانهم أن هناك جانب مساعدات أمريكي، يعني لا ننكر هذا، في مجال دعم البنك المركزي والعملة وعدم المحافظة على الأرصدة العراقية في البنك المركزي، طبعا كل هذا خطوات، لكن نحن نريد جدية حقيقية، نريد شراكة فعلا واقعية، بعيدا عن تكون كثير من الاتفاقيات وقعت خصوصا بزيارات رؤساء الوزراء المتعاقبين إلى الولايات المتحدة، كان في كل زيارة يتم الحديث عن توقيع اتفاقيات وأيضا شراكات، ونسمع عن أرقام 9 مليار أو 10 مليار دولار ستدخل استثمارات، ولكن لحد الآن لم نجد أي استثمارات على أرض الواقع. نأمل أن تكون اليوم جدية حقيقية لقدوم استثمار، نأمل أن تكون السوق العراقية سوق منافسة لجذب الشركات الرصينة الحقيقية اللي يمكن أن تقدم خدمات وتنمي وتطور الاقتصاد العراقي. نعم، كنت معنا الخبير الاقتصادي علاء الفهد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. سياسيا، أكد الإطار التنسيقي أن عدد مقاعده في البرلمان، وبعد أن أدى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية القسمة
أصبح 130 نائبا، وهو جاد لحسم ملف الحكومة في شهر تموز المقبل إن كان هذا ممكنا، فيما أشار إلى أنه وضع آليات جيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء وآلية الحسم في حال وجود أكثر من مرشح. القيادي في الإطار جاسم محمد جعفر لفت أيضا إلى وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبين الكرديين بغية التوافق أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المرشحين للمنصب، مبديا تفاؤله بأن الوضع بات مهيئا لتشكيل الحكومة. وأضاف أن الإطار وحلفائه من الاتحاد الوطني والعزم يشير إلى أن عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز 170 نائبا، مؤكدا وجود حراك قوي على الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة ونواب مستقلين من الراغبين بالمشاركة في الحكومة المقبلة. من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني العمل على إبرام اتفاق سياسي مع الإطار التنسيقي وبقية القوى يسرع إكمال الاستحقاقات الدستورية، فيما أشار إلى سعيه للاتفاق على تسمية مرشح توافقي مع الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية لتفادي تكرار سيناريو 2018. وذكر عضو الحزب النائب شيروان الدوبدراني عن أن المفاوضات والاتصالات مستمرة بين القوى السياسية للتوصل إلى تسمية مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء، وأن الحزب الديمقراطي متمسك إلى الآن بمرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، لكن الرئيس مسعود بارزاني يشدد على تسمية مرشح واحد للمنصب يمثل المكون الكردي. إذن المستقلين يضيعون البوصلة ويسهمون بزيادة تعقيد المشهد السياسي، فلا هم إلى المعارضة ولا هم إلى الموالاة. تقريرنا التالي يرصد سبب عدم قدرة المستقلين على تجميع أنفسهم بكيان وتوجه سياسي واحد. أضاعوا البوصلة فتاهت سفينتهم السياسية في بحر البرلمان، فلا هم مع المعارضة ولا مع الموالاة، والنتيجة زيادة في تعقيد المشهد السياسي، حتى بات النواب المستقلون محط انتقاد للمراقبين والقوى السياسية. فعندما كانت الأغلبية على وشك تحقيق هدفها لإكمال النصاب وعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قاطعها كثير من النواب المستقلين مرجحين بذلك كفة الثلث المحطل، حينها وهو ما أدخل البلاد في حالة انسداد سياسي لترتفع الانتقادات الموجهة إليهم. بالنسبة للمستقلين يعني اسم مستقل، لكن واقع الحال احنا عدد المستقلين الحقيقيين لا يتجاوز عدد أصابع اليدين. يجب أن يكون لديك برنامج محدد لكيفية المشاركة في إدارة السلطة. هو هذا الموضوع. الموضوع يعني مو أنا أروح عضو مجلس النواب وأقعد أحط إيدي على خدي، أو أنه أنا أرفع إيدي أنزل إيدي. المشهد السياسي تعقد ليش؟ لأنه هم يمثلون أعداد كبيرة، والكتل السياسية تحاول تجذب هذا الشخص هذا النائب أو ذاك إلى صفها. بعض المختصين كانوا أقل قسوة مع المستقلين، مشيرين إلى أن بقائهم بهذه الصورة المشتتة كما يرون سيضعف حظوظهم السياسية، بل سيفقدهم حضورهم الجماهيري إلى الحد الذي قد لا يجعلهم يحصلون على تقدم سياسي كالذي أحرزوه في الانتخابات الأخيرة. هم مجموعة حقيقة من النواب، لكل مجموعة أو لكل فريق رأي أو لكل شخص رأي مستقل عن الآخر، وبالتالي دائما نتحدث ونقول أنه مجموع المستقلين ما من الممكن أن يخلق من خلاله خيار ثابت باعتبارهم ليسوا قوة حقيقة أو كتل ثابتة، وبالتالي لديها برنامج عمل، لديها رؤى، لديها أهداف معينة. الأداء السياسي سوف يكون صعبا للتوحد في قضية المستقلين، لكن سوف يكون لهم دور ويكون دور أكبر إذا ما استطاعوا تقديم شيء للواقع السياسي والواقع الخدمي. وحتى عدد كبير من المواطنين الذين كانوا في يوم من الأيام يؤيدون المستقلين اختيارا في الانتخابات باتوا اليوم رافضين لهم ولمواقفهم غير المتزنة، ما يعضد كلام المختصين بأنهم صاروا سببا من أسباب تأخر تشكيل الحكومة. سيف علي، قناة الفلوجة، بغداد. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا السياسي المستقل والقيادي السابق في حركة امتداد الأستاذ غسان الشبيب. أهلا بك يا أستاذ غسان. إذن يعني سبب أو العائق اللي ربما حتى الآن المستقلون والحركات الناشئة ربما لم تتوحد بكيان واحد
برنامج واضح، رؤى مستقبلية واضحة؟ نعم، شكرا لحضرتك، تحية لك ولجمهور قناة الفلوجة. لا شك انه احنا يعني علينا ان نسلط الضوء على قضية أساسية ومهمة، انه ما يحدث اليوم من حراك سياسي هو يعني وتأخر في تشكيل حكومة واضطرابات او انسداد سياسي، وتتحمل القوى السياسية التقليدية اللي عندها كتل سياسية كبيرة جدا، والمستقلون والحركات الناشئة هم ناس لا حول ولا قوة لهم، أعدادهم قليلة، إمكانياتهم بسيطة. موضوع التوحد حقيقة من الصعب جدا، يعني هي طبيعة الانقسامات السياسية قائمة على أساس أفكار مختلفة ومختلفة. أعتذر عن المقاطعة، لكن المستقلين بهذا كلامك يعني المستقلين ضايعين غير مؤثرين، وبالتالي عندهم جمهور وانتخابهم؟ لا هو مو بهذا المعنى. بالنتيجة كل عضو في مجلس النواب هو يمثل الأمة العراقية، وهو ممثل عن 100,000 على الأقل حسب النص الدستوري، وهو يمتلك الحصانة ويمتلك القدرة التشريعية والرقابية. طيب. وعمله معروف، لكن تعرفين حضرتك ويعرف الجميع أن هنالك شيء اسمه تغيير، وهذا التغيير حدث من خلال حركات ناشئة، وطبعا مو كل شوية حركات السياسية الناشئة الحقيقية اللي وصلت لمجلس النواب هو عبارة عن حركة امتداد وحركة اشراقة كانون، وهنالك مجموعة من الأخوة المستقلين الذي وصلوا. ليش ما اتفقوا؟ وبالنتيجة هم متفقين من حيث المنهج، هم متفقين على أن يكونون في صد المعارضة، يكونون بعيدين عن القوى السياسية التقليدية، ذاهبين إلى تشكيل حكومة قائمة على أساس حكومة أغلبية وتوازن ومعارضة. هم هاي الأفكار طرحوها ومتفقين. نعم من ما اجتمعوا، لكن بعضهم اجتمع، يعني اليوم أكو تحالف وهذا معروف للجيل الجديد وامتداد وبعض المستقلين، أكو تجمعات أخرى تحت عنوان إشراقة كانون وصوت المستقلين اللي تقريبا عدده صار 10، أكو تجمع آخر صار لسبع أو ثمان شخصيات مستقلة، فهم أكو التواصل. طيب. أكو اتفاق، أكو رؤية قبل فترة تقريبا صار اجتماع لمجموعة 26. نعم أستاذ غسان، دور المستقلين بالفترة القادمة بتشكيل الحكومة، ذكرت سيذهبون إلى المعارضة، سيصوتون على الحكومة التي ستشكل بإدارة الإطار، الإطار بالتالي اليوم 130 نائب داخل مجلس النواب مع العزم ومع الاتحاد الوطني، بالتالي تقريبا وصل 170 نائب هم الأغلبية، ستصوتون على هذه الحكومة؟ تسمعني أستاذ غسان؟ على ما يبدو بأننا فقدنا الصوت أو هناك خلل فني بالأستاذ غسان الشبيب المستقل السياسي والقيادي في حركة امتداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. بيان أعلنت وزارة البيئة أن المؤسسات الحكومية تقف في مقدمة الجهات الملوثة للأنهار والمسطحات المائية كاشفة عن إجراءات ضد المؤسسات المخالفة. وقال معاون مدير دائرة التوعية البيئية أنعم ثابت خليل أن مدينة الطب أبرز المؤسسات الملوثة للأنهار، مبينا وجود شبكة مجاري داخل المدينة مربوطة بشبكة مجاري بغداد، إلا أنه يتم رمي المخلفات في مياه النهر بسبب عدم تحمل خطوط الشبكة إلى كمية المخلفات، لافتا إلى أن مخاطبة مدينة الطب لتأهيل وحدات المعالجة، ومؤكدا أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة ومنها فرض غرامات مالية وبعدها إيقاف النشاط، إلا أنها ليست لديها القدرة على إغلاق مؤسسة حكومية. إلى ذلك، رفعت وزارة الصحة توصيات عدة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بغية السيطرة على مرض الكوليرا في البلاد، فيما لفتت إلى أربعة تدابير بهذا الشأن، منها التأكيد على مديريات الماء المتابعة وإصلاح الخلل في المشاريع التي تحتاج إلى ذلك، وأيضا متابعة نسبة الكلور وشح المياه في عدد من المحافظات، فضلا عن زيادة الإطلاقات المائية. وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير إن الإجراء الآخر هو توعية المواطنين ودعوتهم
في حال ظهور أعراض الإسهال والتهابات الأمعاء أو القيء للإسراع إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج. وهناك توصيات إلى مجلس الوزراء بعد اجتماعات عدة حثت دوائر الماء على متابعة المشاريع، إذ لا يمكن بدء ظهور الكوليرا إلا عن طريق المياه الملوثة التي تساعد على انتقال الجرثومة. من جهتها، أعلنت وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب الإصابات بالحمى النزفية، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان أن دائرة البيطرة المعنية بمكافحة الآفات والأمراض قامت بعدة إجراءات، منها منع الذبح خارج الأماكن المرخصة، إضافة إلى رش الأماكن والحيوانات بمبيد مضاد للطفيليات بفترة لا تقل عن 14 يوما قبل الذبح، فضلا عن منع حركة الحيوانات داخل وخارج المدن إلا إذ كانت تحمل شهادة صحية بيطرية، داعيا المربين وبائعي الحيوانات إلى التعاون مع الفرق البيطرية وتنفيذ الإجراءات. ومن الحمى النسفية إلى حمى المخدرات، ففي خطوة مهمة لمواجهة تلك الآفة افتتحت دائرة صحة ذي قار مركزا طبيا متخصصا لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات، مع توفير الحماية القانونية من الملاحقة القضائية والأمنية للمرضى الراغبين بالعلاج من حالات الإدمان. في خطوة مهمة لمواجهة آفة المخدرات في المجتمع، افتتحت دائرة صحة ذي قار مركزاً طبياً متخصصاً لمعالجة حالة الإدمان على المخدرات بالاعتماد على طرق علاجية هادفة، مع توفير الحماية القانونية الكاملة والسرية التامة من الملاحقة القضائية والأمنية للمرضى الراغبين بالعلاج من حالة الإدمان، إذ عالج المركز أكثر من 200 حالة منذ افتتاحه حتى الآن. مركز الحياة التعافي والمعالجة لمعالجة المتطوعين المدمنين على المخدرات في هذا المركز، اليوم تفتح المركز بالتعاون مع كافة الجهات الموجودة في محافظة ذي قار. هذه خطوة إيجابية جدا للشباب من أجل المعالجة من هذه السموم التي تجري في المجتمع. المادة 40 نصت على عدم وجود مساءلة قانونية وقضائية لكل المتطوعين الشباب اللي يرغبون بالعلاج في هذا المركز، للتواصل مع الرجهة لأجل العلاج إن شاء الله مستقبلا، علما أنه إحنا استقبلنا خلال 3 أشهر السابقة أكثر من 200 متعاطي تم علاجهم دوائيا وتم تأهيلهم نفسيا، إن شاء الله القادم أفضل. فيما بيّنت الإدارة المحلية في ذي قار سعيها لتطوير هذا المركز، وذلك لما شهدته المحافظة في الآونة الأخيرة من تفشي واضح لظاهرة تعاطي المخدرات بين الأوساط الشبابية، لذلك تكمن أهمية هذا المركز التخصصي في الحد من استفحال هذه الظاهرة في المجتمع. المركز حقيقة هو عبارة عن مركز تطوعي شاركت فيه مغلب منظمات المجتمع المدني، الحكومة المحلية، وزارة الصحة بكوادرها. حقيقة حاليا الذين يعالجون في هذا المركز هم معفيين من المساءلة القانونية كونهم جاءوا بإرادتهم. حاليا موجودين عدد من المرضى، هناك تقريبا 70 حالة شفاء موجودة في المركز. المركز معالج مدمنين هو بأطباء وبفريق طبي متكامل، يعني ممكن يساعدهم للخروج من هذه الأزمة. احنا مثل ما نعرف نحتاج نوع من الصلاحيات، نوع من التشريعات، ضمان وجود المتعاطي بهذا المكان، هو يرفع عنا المساءلة القانونية، وهنالك برامج لدمج المهني، وبالتالي هو الدمج المجتمعي من خلال إيجاد قروض ميسرة قد ينالها اللي ممكن وصل لمرحلة الشفاء التام. وقد تحول العراق من ممر لتهريب المخدرات إلى مستهلك لها، في مؤشر خطير من تفاقم هذه الآفة في ظل ظروف أمنية وسياسية واقتصادية مضطربة، لتسجل المحافظة خلال العام الماضي ضبط أكثر من 600 حالة إتجار بالمخدرات، فيما أفادت تقارير سابقة للأمم المتحدة بأن العراق في 20 عام تمتد من العام 1970 حتى 1990 قد شهد اعتقال متهمين اثنين فقط بتهمة الإتجار بالمخدرات. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة.
ينضم إلينا الآن المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي. مرحبا بحضرتك سيادة العقيد. بداية أسألك، هل العراق صار يزرع المخدرات مثلما كشف عن وجود نبتة مخدرة غريبة يكشف عنها أول مرة مؤخرا في ديالى؟ نعم طبعا. بالبداية مساء الخير عليكم، مساء الخير على مشاهديكم الكرام. المخدرات هي تجارة الموت، المخدرات هي هلاك للعقل وللجسد، المخدرات هي جريمة دولية عابرة للحدود، ترتبط بها حقيقة العديد من الجرائم، منها جرائم السرقة والقتل والاختطاف وتشكيل العصابات والفساد. احنا ضمن قانون المخدرات المادة 27 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد في حالة الزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير. فيما يخص إحصائياتنا تم الحكم بالإعدام، ولكن فيما يخص الاستيراد والتصدير فقط ولم تؤشر لدينا أي حالة زراعة أو صناعة في العراق. هم فقط المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية، وإنما كذلك لدى جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، بل حتى دول الجوار اللي هناك دائما اجتماعات مع رؤساء أجهزة مكافحة. طيب ماذا عن ما تم الكشف عنه؟ شر أي حالة زراعة أو صناعة في العراق ما كشف عنه في ديالى، كانت هنالك مزرعة لا أعرف لمادة مخدرة لنبتة مخدرة، قيل أن التحقيقات تجري حاليا وسيتم تزويد وسائل الإعلام بها، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإطلاع على أي شيء من ذلك. هل لديك معلومات عن ما حصل في ديالى؟ نعم أكيد، يعني عندي اتصال مع مديرية مكافحة مخدرات الديالة وتم الاستفسار من عندهم، وهناك نبتات تنمو فطريا، يعني هاي مو مزرعة أو نباتات مزروعة من قبل هذه العصابات الإجرامية، وإنما هناك بعض النباتات المخدرة التي تنمو فطريا. فأني أنفي أنه هناك مزرعة تحتوي على نبتات مخدرة. طيب الداخلية تقول أنها تعتقل دائما المتعاطين والمتاجرين، لكن ماذا لدى الداخلية للمعالجة؟ نتحدث عن مؤسسات لتأهيل المتعاطين موجودة في كل مكان في العالم، هل هذا بات موجودا في العراق أم هذا أزمة أخرى تضاف إلى أزمة المخدرات؟ نعم، ضمن قانون المخدرات توجد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، تكون برئاسة وزارة الصحة وعضوية الداخلية، وزارة العدل، وزارة الزراعة، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات، الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هاي كلها الدوائر والجهات والوزارات تتعاون في مجال القضاء على جرائم المخدرات. احنا دورنا كوزارة الداخلية هو في إلقاء القبض على المتهمين وحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات رقم 50. المفترض أنه يبدي دور وزارة الصحة في علاجهم، ودور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تأهيلهم. يراد ندعم وزارة الصحة والجهد الحكومي في بناء مستشفيات لعلاج المتعاطين، مثل ما كانت آخر افتتاحية المستشفى العطاء بدعم من سرايا السلام التي افتتحت لعلاج المتعاطين وسعت 150 سرير، وكانت هذه أكبر مستشفى في بغداد تختص بعلاج المتعاطين، بالإضافة إلى مستشفى ابن رشد وردها أو قسم في مدينة الطيب والأسرة البقية في كافة محافظات العراق. ولكن يراد دعم أكبر، لأن إحنا آلاف دين القبض عليهم، المفروض هؤلاء دعم أكبر، وعلى كما قلت وزارة الصحة أيضا أن تطلع بمسؤولياتها. لكن عودة أخرى إلى طريقة المعالجة بالقانون، هناك حديث أن الدعاوى بحق المتاجرين تخفف بطريقة أو بأخرى إلى أن هؤلاء المتاجرين ليسوا متاجرين، تتحول إلى أن هذه الدعاوى هي للمتعاطين، هل يحدث ذلك فعلا؟ هل لديكم مؤشرات على تحولهم من متاجرين إلى متعاطين وبالتالي تخفيف الحكم عليهم؟ نعم، فيما يخص تجارة المخدرات وهي وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة بقصد التجار بها. يعني حقيقة القانون ما حدد الكمية اللي المتهم يعتبر منها متعاطي أم تاجر، ولكن أي شخص يتورط بالتجارة أو ببيع هذه المواد فيحكم وفق أحكام المادة 28 في
فأكو طبعا بعض من حالات الفساد، ولكن حقيقة السيد وزير الداخلية دا يضرب بيد من حديد في مثل هكذا حالات، وهي حالات بدت مكشوفة لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات اللي يتم التحقيق بها. وطبعا القرار الأخير هو للسيد قاضي التحقيق، يعني أكو قضايا على التعاطي تتحول إلى تجارة، وأكو تجارة تتحول إلى تعاطي حسب كمية المواد، حسب الاعترافات المتهمين. يعني يبقى القرار الأخير هو للسيد قاضي التحقيق. نعم، كنت معنا المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي، شكرا لك. الأخبار مستمرة. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى حريقا كبيرا اندلع في منطقة الغابات ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل، فيما أكدت تسجيل حالات اختناق لعدد من رجال الأطفاء. ورافقت قناة الفلوجة فرق الإطفاء خلال مكافحتها للنيران التي لم تتضح حتى الآن أسباب اندلاعها في بادئ الأمر، فيما أفاد مراسلنا بأن قوة من الجيش منعت كادر القناة من إكمال تغطية الحريق دون إبلاغهم بأسباب المنع. بدوره أكد مدير الدفاع المدني في الموصل العميد حسام خليل أن 16 فرقة شاركت بإخماد الحريق الذي اندلع بغابات الموصل، مشيرا إلى أن لجنة تحقيقية ستبدأ مهامها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. يعني هي أيا كانت الأسباب، لكن مديرية الدفاع المدني هي كجهة اختصاصية معنية بهذا الخصوص، نجري عملية الإطفاء والتبريد وتأمين موقع الحادث، ومن ثم تشكل لجنة تحقيقية بموضوع أسباب الحريق. لا يخفى على الجميع أنه حاليا هو موسم الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وشحة المياه والتصحر الموجود في عموم العالم يؤدي إلى هكذا حرائق، مثل حرائق الغابات وحرائق المزروعات. ربما تكون المصدر عقب سيجار أو سبب أو أي كان. الأعداد بالنسبة للماء نينوى 9 عجلات و16 عجلة المجاري و16 عجلة 16 فرقة من فرق الدفاع المدني. يعني كان هاي لتواجد هذه الدوائر الساندة أثر بليغ في السيطرة على الحادث. وبعد ساعات على اندلاع الحريق، أطلق ناشطون من مدينة الموصل حملة لإعادة تشجير الغابات والمناطق التي احترقت كمساهمة من أهالي المدينة لإحياء رئة الموصل من جديد، مؤكدين أن ما حدث اليوم هو مأساة حقيقية لكل أهالي المدينة. بعد عمليات الحرق اللي كانت في غابات الموصل هذا اليوم، رح نطلق إحنا في كمؤسسات عاملة في داخل مدينة الموصل محافظة نينوى، وأيضا كشباب وناشطين وأعلاميين، الكل هب هذا اليوم من أجل العمل على إعادة تشجير ما تم إحراقه هذا اليوم. بالتأكيد هذا اليوم كان يوم مأساوي على أهالي مدينة الموصل، سنعمل على إعادة كل شجرة تم إحراقها. بدأنا هذا اليوم أيضا وضع صندوق في داخل ملتقى الكتاب من أجل استلام أي تبرع من المواطنين الذين يرغبون في التبرع لأجل شراء الأشجار. في الساعة الأولى فقط ورد إلينا تبرعات 3000 شجرة وما يقارب مبالغ مالية، لحد الآن لم يتم جمعها وإحصاؤها، لكن التبرعات هي مستمرة لغابات الموصل. نحن كمشاريع مؤسساتية نعمل على الموصل الخضراء، ويؤلمنا جدا أن نرى مثل هكذا أعمال ومتكررة في أوقات متفاوتة لحرق غابات الموصل لأغراض لا نعرفها. أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق بالشراكة مع كل من كندا والمملكة المتحدة وبحضور وزير البيئة جاسم الفلاحي. بدورها أكدت ممثلة البرنامج زينة علي أحمد في كلمة لها خلال المؤتمر أن المشروع سيدعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ومساعدة الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس، مضيفة أن التركيز الأساسي للمشروع سينصب على الاستعداد للجفاف وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة، وهي المجالات الثلاث التي تضع العراق في خطر بيئي كبير.
من جانبه بحث النائب عن تحالف السيادة محمد فاضل الدليمي عددا من القضايا المحورية بما فيها التجاوزات على مشاريع المياه شمال شرق العاصمة بغداد، وذلك في أثناء زيارته لوزارة الموارد المائية. والتقى الدليمي وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني لبحث قرار إزالة الدور السكنية الواقعة على المبازل ضمن قضاء الراجدية، فضلا عن متابعته إلى ملف تاهيلي وكريب حيرة الراجدية، وناقش الطرفان سبل دعم الفلاحين في قضاء الاستقلال عن طريق زيادة الحصة المائية لهم، نظرا إلى أن المنطقة فيها أراض زراعية يمكن أن تسهم في سد الحاجة المحلية. هذا وأبدى الوزير تجاوبا كبيرا اتجاه ما طرح من قضايا. عقدت الجامعة التقنية الشمالية مؤتمرا لبحث استدامة الموارد لإنقاذ ما تبقى من مياه العراق وأراضيه الزراعية. وأكد رئيس جامعة الموصل القصي الأحمدي أن البحوث المقدمة في المؤتمر تمثل حلولا واقعية للحفاظ على المياه. من جهته بين رئيس جامعة نينوى أسامة المشداني أن العراق مصنف ضمن أكثر 5 دول تضررا جراء الجفاف، ما يحتاج إلى حلول سريعة لمواجهة التغيرات المناخية. العراق وحسب التقارير الدولية يقع من ضمن البلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. سيواجه هذا البلد موجات هائلة من الجفاف وموجات كثيرة جداً نتيجة التغيرات المناخية. كيف نحافظ على المياه؟ كيف نحافظ على موارد الطاقة؟ كيف نحافظ على ما نمتلكه من موارد؟ كل هذا يدخل تحت مصطلح السستينبل أو الاستدامة. اليوم مؤتمر الجامعة التقنية الشمالية تناول موضوع الاستدامة. حقيقة مثل ما تعرفون أن العراق من ضمن البلدان 5 الأولى المهددة بكارثة بيئية من خلال قلة المياه الجوفية، قلة مياه الأمطار، التغيير المناخي، ارتفاع درجة الحرارة، الانبعاث، كل هذا والعواصف الترابية، كل هذه التغييرات تهدد بمستقبل مظلم لا سامح الله. اليوم هذا المؤتمر من خلال التعاون مع الجامعات العراقية ومن خلال التعاون مع جامعات أجنبية طرحت العديد من البحوث للتقليل ومن هذه التأثيرات البيئية المستقبلية. الأخبار مستمرة. وبشان أزمة الوقود، أعلن جهاز الأمن الوطني حصيلة حملته الأمنية للحد من تهريب البنزين، مؤكدا القبض على 42 متهما بالتهريب ومصادرة نحو 450 خزانا وصهريجا وضبط أكثر من 700,000 لتر من البنزين، فضلا عن إغلاق وفرض غرامات مالية على 8 محطات وقود. تمكنت مفارز جهازنا من اتخاذ جملة من الإجراءات شملت ما يلي: إلقاء القبض على 42 متهما بالتهريب، مصادرة 447 خزانا وصهريجا، ضبط أكثر من 700,000 لتر مهرب، إغلاق وفرض غرامات مالية على 8 محطات مخالفة بالتنسيق مع وزارة النفط. وفي الوقت الذي يؤكد فيه جهازنا الاستمرار بحملته للحد من أزمة الوقود، فإنه يحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقرار المجتمع بالملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة. في غضون ذلك، أشاد عدد من الحجاج بإجراءات هيئة الحج والعمرة العراقية في توفير مستلزمات الراحة كافة لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، بدءا من فنادق الإقامة والإطعام وصولا إلى وسائل النقل وغيرها. الأكل زين والراحة حلوة والفندق ممتاز، يعني درجة أولى، والحمد لله ما محتاجين أي شيء. الحمد لله نشكر الله وندعي وندعي من الله ورب العالمين، إن شاء الله ينصر العراق. إحنا جايين وإن شاء الله متعنين، وكلنا عزم وقوة إن شاء الله، بحيل الله وقوة الله إن شاء الله نأدي المناسك بخير وسلام إن شاء الله، وصحة وعافية إن شاء الله جميع الإسلام، جميع المسلمين، جميع العراقيين، ونرجع لأهلنا سالمين غانمين إن شاء الله بجاه كل من عنده جاه. بمشاركة نحو 30 بلدا و186 شركة عربية وأجنبية، احتضنت مدينة أربيل أكبر معرض للتكنولوجيا في عموم البلاد تحت اسم هايتكس، خاص بالمنتوجات التكنولوجية والتطورات التقنية والطاقة البديلة. في إطار مساعي حكومة إقليم كردستان الداعم لاحتضان كبريات المعارض العالمية والتطور الحاصل فيها، تحتضن أربيل معرض هايتكس التكنولوجي الخاص بالمنتوجات التكنولوجية
وتطورات التقنية والطاقة البديلة والتكنولوجيا المستقبلية والاتصالات والذكاء الصناعي والتجارة الإلكترونية. المعرض بصورة عامة يعني شوف يعني كانت هاي السنة كلش زينة الحمد لله، يعني قبل السنوات القبل كانت زينة، بس هاي الفترة الأخيرة يعني من شارة أزمات الاقتصاد نزلت، بس هاي السنة الحمد لله شفناها زينة وشوف الإقبال والناس شيء. هو أكو حركة تجارية بس الحركة بطيئة، فيحتاج دعم من الحكومة ومن الشركات كلها. شارك في المعرض نحو 186 شركة محلية وعربية وعالمية من 30 بلدا في أكبر حدث علمي في عموم البلاد. استعرضت تلك الشركات أفكارها وابتكاراتها وأحدث تقنياتها التي أبهرت الحضور في تطورها الحديث. والله المعرض كلش مثلا زين، يعني هو للدعم الشباب وشيء جديد مثلا بالنسبة لمجتمعنا، لأنك تقدر تيجي مثلا يعني تلقى أشياء جديدة، أنت بس بتطبيق واحد تقدر مثلا أكو عقارات، أكو برامج، أكو مثلا كلش يعني مثلا أشياء جديدة هنا. أنا مثلا أنا يعني صراحة معجب بهاي المعارض مثلا، لأنه هم يدعم الشباب، هم يدعم التكنولوجيا. هايتكس معرض سنوي تكنولوجي عاد مرة أخرى بعدما أحكم فيروس كورونا قبضته على مفاصل الحياة سابقا، ليعود هذه المرة بقوة لتصبح أريبيل مركزا تجاريا واقتصاديا مهما للعديد من الشركات العالمية والإقليمية وبيئة آمنة للاستثمار. من أريبيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. مع اقتراب موعد القرار النهائي للبت بإقامة بطولة كأس الخليج 25 في محافظة البصرة، رجحت الحكومة المحلية الموافقة على استضافة ملاعب المدينة الفيحاء الحدث الرياضي الأبرز بعد انقطاع تجاوز 40 عاما بعد إكمال كافة المتطلبات من قبل الاتحادات الخليجية. التفاصيل في هذا التقرير. مع اقتراب موعد القرار النهائي لتحديد إقامة بطولة كأس خليج 25 في محافظة البصرة، رجحت الحكومة المحلية الموافقة على استضافة ملاعب المدينة الفيحاء الحدث الرياضي الأبرز نتيجة إكمال كافة المتطلبات من قبل الاتحادات الخليجية لتقام البطولات الكروية من جديد بعد انقطاع استمر 40 عاماً. الحقيقة آخر زيارة للأخوة اللجنة المنظمة لبطولة الخليج انطباع كان حسن جدا، انه متطلبات تسير بصورة صحيحة، يعني انه انا مطمئن انه سيذهب الملف الى محافظة البصرة من الخليج الى البصرة ومن البصرة الى الخليج. هاي الرسالة الإيجابية ليكون رسالة مودة ما بين العراق والأشقاء الخليجيين من خلال البصرة. مراقبون من جانبهم أشاروا إلى وجود احتمالات كبيرة تشير إلى استضافة البصرة خليجي 25، لا سيما مع الاستقرار الأمني الموجود والجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بإقامة الكرنفال الكروي على أرض البصرة. هو لا يوجد مانع لإقامة بطولة خليجي في محافظة البصرة، خاصة إذا تعاونت هناك تعاون بين الحكومة المحلية وحتى الشعب البصري. الكل يعرف أن الشعب البصري شعب محب للرياضة ومحب لكرة القدم، وبالتالي أنه نجاح هذه البطولة يبدأ من المواطن قبل أن يبدأ من الحكومة. الحكومة المحلية في محافظة البصرة هي جادة وبقوة باتجاه إقامة البطولة في محافظة البصرة. اليوم إذا نريد نتحدث عن الملف الأمني في محافظة البصرة فهو يفوق جميع المحافظات العراقية. إذا نتحدث عن البنية التحتية فهي الآن جاهزة ولا زالت المشاريع في مدينة البصرة، هذه كلها مؤهلات لإقامة البطولة في محافظة البصرة. صحفيون رياضيون من جانبهم كشفوا عن نقاط ربما تكون سبباً في استبعاد البصرة لاستضافة الحدث الكروي الأهم في المنطقة، مشددين على أهمية توفير مرافق خدمية أخرى تدعم إقامة المباريات على أرض المحافظة، لا سيما أن الآلاف من الجماهير ستزور البصرة، الأمر الذي يتطلب مواقع سياحية وخدمية تعكس صورة جميلة عن العراق. بالحقيقة نحن نتحدث عن بقية المرافق السياحية والخدمية والاقتصادية والترفيهية. حقيقة البصرة بحاجة إلى مزيد من هذه المرافق، لأنها ستحتضن ليست بطولة فقط وإنما ستحتضن جماهير قادمة لمشاهدة مباريات، وبالتالي هذه الجماهير
تحتاج أن تتجول في محافظة البصرة. في حين لم تبقى فيه إلا ساعات للفصل في قرار إقامة خليجي 25 في البصرة، يأمل كثيرون من أبناء المحافظة أن يكون الرأي باتجاه استضافة الكرنفال الكروي الأهم. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة. ختام الحصاد نذكركم بعناوينه. في أول نشاط لها، السفيرة الأمريكية تدشن أعمالها بمشروع غازي وتؤكد وجودنا يقوي اقتصاد العراق. لا هم إلى المعارضة ولا هم من الموالاة، سفينة المستقلين تفقد بوصلتها السياسية وترسو في موانئ شتى. مدينة الطب تقتل نهر دجلة بمخلفاتها، البيئة تؤكد والصحة تعزز تأكيدها، الكوليرا مقترنة بالمياه الملوثة. رئة الموصل تختنق بالنيران، حرائق تلتهم مئات الأشجار في غاباتها، ورد شعبي بحملة تشجير واسعة. ثلاثة تحديات بيئية خطيرة تواجه العراق، الأمم المتحدة تشخصها، الجفاف وإدارة المياه والطاقة المتجددة. ختام الحصاد، نشكر لكم كرم المتابعة، ألتقيكم على خير. في أمان الله.